الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي حصلت على اليمن وسلطنة عمان والإمارات ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، فهذه الحوادث الكونية تحصل على عقد أو عقدين أو ثلاثة أو قرون، ولو استنطقنا ذاكرة كبار السن لوجدنا الإجابة. وهل الأولين الله يرحمهم بالخليج يسمون الفترة السابقة على غياب نجمة الثريا بيولات الثريا، واليولات معناها الجولات، وهي التقلبات الجوية الحادة، أمطار غزيرة مشوبة بحبات برد وتسبق بعصف ريح، وعادة ما يكون موعدها من منتصف شهر أبريل إلى ظهور الثريا في أول شهر يونيو. والثريا هي حساب الزمان عند العرب، لو يعلم المرء ما يخفيه الزمان له لربما فر مما قد تمناه، كم يعشق القلب ما فيه الهلاك له، والخير يا قلب ما يختاره الله. والبشرية لم تكتشف التغيرات المناخية إلا في العصور المتأخرة، لكن الشواهد الجغرافية تدل دلالة قاطعة على أن التغيرات الكونية من صميم الكون، وهذه السنن الكونية لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالجزيرة العربية مرت بعصور الجليد والسافانة والتصحر، ولن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت.